ده انا بقوله لحضراتكم انه سيد عبد الحفيظ هيفضل في قلوبنا كأهلاوية مهما حصل. وسيد عبد الحفيظ حتى لو ابتعد باسمه وبجسده، ولكن قلبه وعقله وتاريخه مرتبط بالنادي الاهلي. لازم تبقوا وعشقه للنادي الاهلي بعيدا عن اي حاجه تانية، فمحدش يفكر بهذه الموضوع، وكل واحد من حقه ان هو ينتقد اي راي. النادي الاهلي دايما بيسمح، وخلي بال حضراتكم النادي الاهلي بيستمع لكل الاراء وبيشوف كل الاراء، ولكن عنده اتجاه في دماغه هيحصل. لان الدراسه ما فيش حاجه بتيجي كده، والله العظيم ما في حاجه بتيجي كده، صدقوني. موضوع بيجي بعد دراسه متانيه، ومش ليوم ولا اتنين ولا اسبوع ولا اتنين. مع الناس صدقوني، تلات ارباع الناس اللي بتتكلم معظمهم ما يعرفش حاجه، والله العظيم تلاته معظمهم ما يعرفش حاجه، بيتكلموا عن ان ده قرار وليد اللحظه. الاهلي ما بيعملش كده، الاهلي قراراته دائما مدروسه، الاهلي خطط ومواضيع وخطط مستقبليه على الامد الطويل، مش دلوقتي يلا يلا بينا مش عارف مين مشي فلان هات فلان، ما فيش الكلام ده يا جماعه، صدقوني هذا الكلام غير حقيقي. ولكن هل ده نحن ننتظر النجاح لكل الناس؟ هنبقى في ظهر كابتن خالد وهنبقى في ظهر كابتن وليد، ولكن على كابتن خالد وكابتن وليد ان هم يبذلوا اقصى مجهود، وده اللي انا متاكد منه وعارفه، هيبذلوا اقصى مجهود علشان ان شاء الله ربنا يكرمهم ويستطيع كابتن خالد ان هو يسير بالفريق. النتائج ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل، ولكن يسير بالفريق الكوره الى الطريق الصحيح، زي ما كان كابتن سيد ماشي بفرقه الكوره في الطريق الصحيح.